بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نسأل الله عز وجل أن يكون مجلساً مباركاً، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لازلنا في الكلام على شرح العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وبينا شيئاً من أصول الدين وأركان الإيمان، ووصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر، وتحدثنا عن شيء مما يحصل في ذلك اليوم العظيم الذي أكثر الله عز وجل من ذكره في القرآن الكريم، فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن ذلك من أعظم الأمور التي يجب الإيمان بها والتصديق بها، ولأنها من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب من صفات المؤمنين، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكل ما يحدث بعد الموت من القبر وسؤال الميت وما يتعلق بذلك، وما يكون في اليوم الآخر من الحساب والجزاء ومن الصراط والميزان وتطاير الصحف، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ذكرها الشيخ رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يتفقهوا في دينهم، وأن يعلموا ماذا أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين من الكرامة ومن الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض، وما أعد الله عز وجل من المغفرة والرحمة، وما أعد للعصاة وللكفار والمنافقين من العذاب الأليم والعياذ بالله. وتحدثنا عما يتعلق بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وبينا أن هذا الحوض في عرصات القيامة، وأن الناس يقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، وأن الشمس تدنو منهم قدر ميل أو ميلين، تلك الشمس المحرقة، ويبلغ العرق فيهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى عقبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما. وفي ذلك اليوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرجون من الله عز وجل أن ينزل لفصل الحساب والقضاء بينهم، لأنهم في كرب شديد وفي حر شديد، يبلغ العرق فيه في الأرض مقدار 70 ذراعاً في الأرض، يعني بحر من العرق. في ذلك اليوم العظيم يفزع الناس إلى الأنبياء والمرسلين وإلى أولي العزم خاصة، فيتراجعون فيما بينهم فيقولون: من أولى
بالشفاعة إلى ربنا تبارك وتعالى ليفصل بين العباد، فيقولون نذهب إلى أبينا آدم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام، فيقول آدم: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن ربي نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون له: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا لينزل لفصل الحساب والقضاء؟ فيقول نوح عليه السلام: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة إلى على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل، خليل الرحمن عليه السلام. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون: أنت خليل الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك عز وجل لينزل لفصل الحساب والقضاء بين العباد؟ فيقول إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، يقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي كذبات ثلاث، وهي كانت هذه الكذبات في مصلحة الدعوة ولم تكن كذبات بالمعنى الحقيقي، وإنما أراد عليه السلام أن يكسر تلك الأصنام، وأراد أن يقول لقومه: إني سقيم، حتى يذهب ويرجع هو إلى الأصنام فيكسرها، ثم يقول: إنه اذهبوا إلى كبيرهم، إلى كبير تلك الأصنام، هو الذي فعل ذلك ليقيم الحجة على هؤلاء المشركين. ثم يقول عليه السلام إبراهيم: اذهبوا إلى موسى إلى كليم الله. فيذهبون إلى موسى الكليم عليه السلام فيقولون له نفس المقالة، فيقول موسى عليه السلام: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا. ويقول: إني قد عصيت ربي، يقصد بذلك عليه السلام أنه قتل نفسا، ولكن الله عز وجل قد غفر له واجتباه واصطفاه بكلامه، كما قال عز وجل: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فيقول: اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيذهبون إلى عيسى فيقولون له نفس المقالة، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولم يذكر عيسى عليه السلام ذنبا على نفسه، فيقول: اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: أنا لها أنا لها. ثم يذهب عليه الصلاة والسلام إلى تحت العرش فيقول: فإذا رأيت ربي سجدت له. فيقول الله عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال عليه الصلاة والسلام: ويفتح الله علي من المحامد والذكر لله عز وجل ما لم أكن أعرفه قبل ذلك،
يفتح الله عليه من الدعاء والذكر والتمجيد لله عز وجل، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فينزل الرب عز وجل لفصل الحساب بين الخلائق، وهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيحمده الأولون والآخرون، يحمده الخلق أجمعون، الجن والإنس جميعا يحمدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقام المحمود. وهذه هي الشفاعة العظمى، وسنذكر شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم، ونذكر أيضا شفاعات الأنبياء والملائكة والمؤمنون أجمعون، ونذكر كذلك فضل ورحمة أرحم الراحمين. تفضل يا سمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح، ذكرنا في الدرس السابق أن الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، وبينا أن هذا الصراط منصوب على متن جهنم، فليس هناك طريق للجنة إلا من خلال هذا الصراط المنصوب على متن جهنم. وجاء في وصف الصراط أن له كلاليب، والكلاليب هي الحدائد المعكوفة كشوك السعدان، معروف هذا الشوك في جهات نجد، صحراء نجد، شوك معكوف الرأس. وهذه الكلاليب العظيمة موضوعة على جنبتي الصراط، مأمورة بأن تخطف من أمرت بخطفه، ومأمورة بأن تضرب من أمرت بضربه. فمن خطفته تلك الخطاطيف فإنه يلقى في نار جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء هم الكفار والمنافقون الذين حرم الله عليهم الجنة، وكذلك بعض العصاة من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كالريح الشديدة، ومنهم من يمر كركاب الإبل. الناس على حسب أعمالهم، من كان عمله عظيما وجهاده كبيرا وحسناته كثيرة فإنه يمر على الصراط ولا يأتيه شيء من حر جهنم والعياذ بالله، لأن هذا الصراط فوق نار جهنم على متنها، وليس هناك طريق إلى الجنة إلا من خلال هذا الطريق، خلال الصراط.
فالناس يمرون عليه على حسب أعمالهم، ومنهم من يمر على الصراط يعدو عدوا كالرجل الذي يركض ركضا أو يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا أعماله قليلة وسيئاته كثيرة فيكاد أن ينجو لأنه يزحف زحفا فينجو بإذن الله عز وجل، ولكنه يناله من حر جهنم وتضربه تلك الخطاطيف التي على جانبي الصراط. وورد في الحديث أن الأمانة والرحمة تقفان على جنبتي الصراط. الأمانة أداء الأمانة، الله عز وجل أمرنا بأداء الأمانة، إن الله يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هي ما ائتمن الله عليه العباد من الطاعات والأموال والصلوات والصيام والحج، كلها أمانة على العبد أن يؤديها كما أمر الله عز وجل بها. وتقف أيضا الرحم على الجانب الآخر، الرحم معلقة بالعرش مجابة الدعاء. لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وخلق الناس قامت الرحم إلى الله عز وجل وقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، تعلقت بالعرش، الرحم تجسدت وتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لأن قطع الرحم من الكبائر، والرحم ما يجمعك به من قرابة، من الآباء وإن علوا ومن الأبناء وإن نزلوا، والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، كل هؤلاء كلهم من ذوي رحمك، بنات العم وبنات الخال والأقارب، هؤلاء الأرحام الأقارب الذين يجب عليك أن تحسن إليهم وأن تصلهم وأن لا تقطعهم. فالرحم تقف أيضا بجانبي الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصراط يقول اللهم سلم سلم، يدعو للناس ويدعو لأمته عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف هذه الرحمة العظيمة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقف عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة حتى تقطع أمته ذلك الصراط وتنجو وتخرج من على متن جهنم حتى تصل إلى تلك القنطرة، وهو صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط يقول اللهم سلم سلم، يدعو لأمته ويدعو للمؤمنين أن ينجيهم الله عز وجل من هذه الشدة ومن هذا الصراط المنصوب على متن جهنم التي حرها شديد وقعرها بعيد. وهل نطيق تلك الحرارة وتلك النار العظيمة التي تزفر ويخرج منها ألسنة حتى تجثو الأنبياء في ذلك الموقف العظيم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون، يجزى كل إنسان بما عمل. فإذا خرج الناس من المؤمنون ونجوا من على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة قيل إنها نهاية الصراط،
وقيل إنها جسر جديد يقف عليه المؤمنون فيقتص لبعضهم من بعض. كان بينهم مظالم نجوا من الصراط، لكن هناك مظالم من بعضهم على بعض، فلا يدخل الجنة إلا من كان خالصا طيبا ليس عليه حقوق للعباد، فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا من تلك المظالم أذن لهم في دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: طبتم فادخلوها خالدين. لا يدخل الجنة من كان ظالما أو أساء إلى أحد، لا بد أن يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض على تلك القنطرة التي بين الجنة والنار. وقيل هي نهاية الصراط، أو أنها جسر جديد يقف عليه المؤمنون فيقتص لبعضهم من بعض، حتى إذا صفيت تلك المظالم ولم يبق على أحد من المؤمنين شيئا من تلك المظالم أذن لهم في دخول الجنة. وسيأتينا أن أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أول الأمم دخولا للجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل. ولذلك لما وجد عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم، وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وهو صاحب المعجزات، لما وجد وصف هذه الأمة في الإنجيل، وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها خير الأمم، وأنها الأمة الوسط، وأن نبيها هو خير الأنبياء، وأنها أول الأمم دخولاً للجنة، سأل الله عز وجل أن يكون واحداً من هذه الأمة، فأجاب الله دعاءه، فلا زال عيسى عليه السلام حياً في السماء، لم يمت عليه السلام. لما أراد اليهود أن يقتلوه رفعه الله عز وجل إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الذي أراد أن يدل على عيسى أوقع الله الشبه عليه فقتله اليهود، ورفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء، فهو في السماء الثانية، وسينزل عليه السلام علامة من علامات الساعة في آخر الزمان، وينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، على الطائفة المنصورة، فيحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمنه الملل كلها ولا يبقى إلا الإسلام. فيحكم عليه السلام بالإسلام 7 سنين أو 8 سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، فهو واحد من هذه الأمة. وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وسلم عليه وقال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فالشاهد أن هذه القنطرة التي بين الجنة والنار هي الموضع التي يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض من تلك المظالم التي بينهم، سواء في عرض أو مال أو حق من الحقوق، فيقتص لبعضهم من بعض، لأن الله عز وجل حكم عدل، فلا يدخل الجنة إلا من لم يكن عليه سيئة وليس عليه مظلمة، فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد،
وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم، هذا كما في الصحيح، في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. الجنة لها أبواب، لها ثمانية أبواب ولها خزنة على تلك الأبواب، وهي أبواب مغلقة، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلقة باب الجنة فيستأذن في الدخول، فيقول الخازن: من، يعني من الذي على باب الجنة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك؟ فيفتح الباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما شرف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وخصه به، بأنه هو أول شافع ومشفع، وهو أول من يدخل الجنة، وأول من يفتح له باب الجنة، فيدخل عليه الصلاة والسلام، ويدخل الأنبياء والمرسلون، ثم تدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي قواه الإمام ابن تيمية: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. هذه الأمة هي خير الأمم وأكرم الأمم على الله عز وجل، ونبيها صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه من الأنبياء تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صاحب المقام المحمود، وصاحب الحوض المورود، وصاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. والناس يوم القيامة كلهم، آدم ومن دونه من الأنبياء، تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل وفخر لهذه الأمة أن نبيها ورسولها عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم على الإطلاق، وما مشى على الأرض أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صاحب الشفاعة، وهو الشافع المشفع، وهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود كما ذكرنا لكم. نعم، ويأتينا الآن ذكر الشفاعات، وقد ذكرنا الشفاعة العظمى، ثم نذكر الشفاعات الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يعني سيتلخص معنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات خاصة به، وهي الشفاعة الأولى كما ذكرت لكم المقام المحمود، والشفاعة الثانية في دخول الناس للجنة، وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الثالثة لعمه أبي طالب. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جاءه العباس بن عبد المطلب
والعباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك، يعني عم الرسول عليه الصلاة والسلام الثاني، لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له 10 من الأولاد كلهم أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالده هو عبد الله بن عبد المطلب، فمن أعمامه أبو طالب. لما توفي جده عبد المطلب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ألم يجدك يتيما فآوى، وماتت أمه آمنة بنت وهب وعمره 6 عليه الصلاة والسلام، أصبح يتيم الأبوين، وكفله جده عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي، كفل ابن ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، والد علي بن أبي طالب، والد جعفر بن أبي طالب، والد عقيل بن أبي طالب، هؤلاء كلهم أولاد أبي طالب، فكفله أبو طالب ونشأ في بيته، ونشأ مع أولاد أبي طالب، وحازه ودافع عنه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد الأذى من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ذهبوا لأبي طالب وقالوا: ألا تكف أذى ابن أخيك عنا؟ فإنه سفه أحلامنا وسفه آلهتنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويقول: هذه الأصنام لا تنفعكم ولا تضركم، وما كان عليه آباؤكم فهو الشرك، وأنتم إن متم على هذا دخلتم النار، ولا ينجيكم إلا التوحيد، وأن تتركوا عبادة تلك الآلهة والأصنام وتعبدوا الله وحده لا شريك له. قالوا: نحن نعبد ما عليه آباؤنا وأجدادنا. وذهبوا إلى أبي طالب يشتكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي، هؤلاء قومك قد جاءوا يطلبون منك أن تكف عن أذاهم وأن تترك تلك الدعوة التي تدعو بها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أن عمه سيتخلى عنه، فقال له عمه: افعل ما تشاء، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فخرج إلى قريش وقال لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرضوا على الرسول عدة أمور: عرضوا عليه أن يسودوه عليهم، أن يجعله سيدا عليهم، عرضوا عليه أن يجمعوا له المال وأن يكون أكثرهم مالا، عرضوا عليه أن يزوجوه بأفضل بنات العرب، عرضوا عليه عدة عروض، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى تلك الأمور كلها، وقال مقالته المشهورة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما تركتها حتى يظهرها الله أو أهلك دونها. فما كان من أبي طالب إلا أن دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعه وأحاطه ودافع عنه مدة حياته، حتى مات أبو طالب. ولما مات أبو طالب اشتد أذى المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي ذلك العام عام الحزن، لأنه توفي فيه عمه،
وتوفيت فيه زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، التي كانت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، وكانت هي الصديقة الكبرى التي دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عمه وماتت زوجته سمي ذلك عام الحزن. وقد دافع أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك الأبيات المشهورة، يقول: ولكن الشقاء، سبحان الله، يعني أبو طالب يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، وأنه رسول الله، وفيه من الآيات والمعجزات التي يراها، ولكن سبق عليه الشقاء ما كان منه. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وهو في سكرات الموت يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم، قل كلمة التوحيد، قل لا، وهو في سكرات الموت، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند رأسه رفقاء السوء أبو جهل وأبو أمية يقولان لأبي طالب: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب عن عبادة الأصنام والأوثان؟ يذكرانه بآبائه وأجداده وبالعصبية القبلية: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام في الجهة الأخرى يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما كان أن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وكان أبو طالب يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مذمة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني خشي من قريش أن يعيروه وأن يذموه: لولا الملامة أو حذار مذمة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ثم يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، حتى أوسد في التراب دفينا. فلما مات أبو طالب ودفن اشتد أذى المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا السلى على رأسه وهو ساجد عند الكعبة، أتوا ببقايا الذبيحة السلى وما يتعلق بما فيها من دم ومن نجاسة ومن قذارة، ووضعوها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في البيت الحرام عند الكعبة. وجاءت ابنته فاطمة فشالت تلك الدماء والنجاسات من على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر الصديق يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربه المشركون وأدموه رضي الله تعالى عنه وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله أظهر دينه ونصر رسوله. ولما جاء المؤمنون يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من الأذى ومن العذاب ومن شدة ما يؤذونهم به المشركون، وكان مستندا على الكعبة عليه الصلاة والسلام، قال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فينشر بمناشير الحديد ويفرق ما بين رأسه إلى الأرض ويقطع جزلتين لا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، يقول: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضر موت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: حتى تسير الضعينة من الحيرة
إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. فهذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، والله ليتمن هذا الأمر حتى نزل قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فأظهر الله دينه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن دين الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، سيبلغ المشارق والمغارب. وقد تحقق ذلك، فبلغ دينه صلى الله عليه وسلم إلى المشارق والمغارب. فالعباس بن عبد المطلب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أمك بشيء الذي كان يحوطك ويمنعك ويدافع عنك؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار بفضل شفاعتي، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو يظن وهو أخف أهل النار عذابا، وهو يعتقد أنه أشدهم لأن له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. فهل نطيق ذلك العذاب أيها المسلمون أيها الإخوة؟ بسبب الشرك هكذا كان مصير أبي طالب، أنه في النار، ولم تنفعه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراجه من النار، وإنما نفعته في تخفيف العذاب. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أبو لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له حظ من الشفاعة، لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وزوجه كانا يأتيان بالشوك وبالأذى في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات في بيان أن أبا لهب وهو عبد العزة بن عبد المطلب أنه من أهل النار وهو حي يرزق، كما قال عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. امرأته أروى التي كانت تحمل معه الأذى والشوك ويضعانه عند في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، مع هذا عمه أيضا أبو لهب في نار جهنم، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رقى صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا قريشا إلى الإسلام وإلى التوحيد، قال له أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ جمعتنا عشان تقول لنا هذا الكلام؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فنزل قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، سيكون من أهل النار، وكان يمشي على الأرض. وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما آمن أبو لهب، وآمن أبو سفيان قائد الأحزاب الذي كان يقود الأحزاب إلى المدينة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، جمع الجيوش من الأعرب ومن اليهود ومن غيرهم وذهبوا إلى المدينة. أبو سفيان ما نزلت فيه الآيات، لأن الله يعلم أنه سيسلم، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ أن أبا سفيان سيسلم وسيكون صحابيا، وأن أبا لهب لن يسلم وسيكون من أهل النار والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفع عمه في تخفيف العذاب عنه. فهذه الثلاث الشفاعات هي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: شفاعة في أهل الموقف، وشفاعة في دخول الناس الجنة، وشفاعته لعمه أبي طالب. أما الشفاعات الخمس الباقية فهي له صلى الله عليه وسلم، ويشترك معه المؤمنون والأنبياء والملائكة في الشفاعة للمؤمنين. الشفاعة الرابعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم الأنبياء، ويشفع فيهم الملائكة، ويشفع فيهم المؤمنون.
هذه الشفاعة الرابعة. الشفاعة الخامسة في قوم دخلوا النار من الموحدين أهل التوحيد، استحقوا النار ودخلوها، أن يخرجوا منها، فيشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون في إخراج بعض العصاة من النار الذين ماتوا على التوحيد ولكن لهم معاصي ولهم كبائر، فقد يعذبون بحسب ذنوبهم، ثم يخرجهم الله تعالى بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. بل تلك الشفاعات كلها هي بفضل الله وبرحمته، لأن الله عز وجل هو الذي أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأذن للمؤمنين وللملائكة وللأنبياء بالشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن، هذه شروط الشفاعة، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع له. فإذا أذن الله للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع له حصلت الشفاعة، وإذا لم يأذن الله فإنه لا تحصل الشفاعة. لا بد من توفر هذين الشرطين، الإذن للشافع أن يشفع والرضا عن المشفوع له. الشفاعة الخامسة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها بشفاعة الشافعين. والشفاعة السادسة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أهل التوحيد الخالص. قام عكاشة بن محصن الصحابي الجليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت منهم يا عكاشة. فقام صحابي آخر قال: أدعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. أخذ الأول عكاشة فحصلت له هذه المكرمة من الله تبارك وتعالى. فهذه هي الشفاعة السادسة. وأما الشفاعة السابعة فهي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قيل إنهم أهل الأعراف، قيل إنهم أهل الأعراف الذين تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فيقال أن هؤلاء يشفع فيهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون فيدخلون الجنة. الشفاعة الثامنة في رفع درجات أهل الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة فإن المؤمنون والأنبياء والملائكة يشفعون في رفع درجاتهم، يكونون في درجات أقل فيشفعون عند الله عز وجل في رفع درجات المؤمنين. فإذا هذه 8 شفاعات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت بها النصوص الصحيحة، وهي التي نؤمن بها ويقرها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذه الشفاعات إلا المعتزلة والخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فيرون أن من دخل النار من أهل الكبائر أنه لا يخرج من النار والعياذ بالله، ولو كان من أهل التوحيد. وهذا خطأ وضلال، فإن الله عز وجل لا يخلد في النار من مات على التوحيد. من مات على شهادة أن لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن عذب في النار
وإن أدخله الله النار عذبه بقدر ذنوبه، ثم يكون مصيره إلى الجنة. أما الكفار والمنافقون والمشركون، هؤلاء حرم الله عليهم الجنة. إنه من يشرك بالله، نص القرآن، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وهذا يبين لنا أيها الإخوة خطر الشرك، عظيم خطر الشرك. يا ابن آدم، في الحديث الصحيح القدسي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقال أن هذه أرجى آية في القرآن الكريم، أرجى آية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فمن مات على التوحيد لا يخلد في النار، إن عذب عذب بقدر ذنوبه، ثم يكون مصيره إلى الجنة. هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أما الذين يذهبون والعياذ بالله مسلمون لكنهم يقعون في الشرك وهم لا يعلمون، يذهبون إلى القبور، إلى الأولياء، إلى قبور الصالحين أو قبور الأنبياء أو إلى الجن أو إلى غير الكهنة أو غيرها، يقدمون لها القرابين والنذور، أو يدعون الأولياء والأنبياء أو الملائكة من دون الله عز وجل مع الله عز وجل، فإن هذا هو الشرك. لا تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم ولا حجهم. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر. يجب أن نعرف هذا أيها الإخوة، أن العبد يخلص نفسه من الشرك، والشرك هو أكبر الكبائر، وهو أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي إذا مات العبد فإن الله لا يغفر له والعياذ بالله، وليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، ولا توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات له، ويلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان، ويكون مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها. فهؤلاء الخوارج والعياذ بالله والمعتزلة ومن نحى نحوهم، الذين يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وأنه إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، هذا خلاف النصوص التي جاءت في القرآن والسنة عن أن الله عز وجل لا يخلد إلا المشركين في النار. أما المؤمنون، أما من مات على التوحيد وإن كانت له ذنوب ومعاصي، فإن مصيره إلى الجنة، وإن عذبه الله عز وجل في النار بسبب ذنوبه فإن الله عز وجل لا يخلد في النار إلا المشركين. نعم يا سمير. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضلا عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول: إن الله عز وجل بعد الشفاعات يخرج من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله وبرحمته، فيقول الله عز وجل كما في الحديث الصحيح، يقول الله: شفعت الملائكة
وشفعت النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم الله في نهر الحياة في أفواه الجنة في نهر يقال له الحياة، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. ويبقى في الجنة أماكن، امتلأت الجنة وبقي فيها فراغات ليس فيها أحد، فينشئ الله أقواما ثم يدخلهم الله عز وجل في الجنة، لأن الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. الجنة كبيرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يبقى فيها أماكن، يأخذ المؤمنون أماكنهم ويبقى فيها فضل، فينشئ الله خلقا آخر ثم يضعهم فيها. أما النار فإنها تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطني قطني، يعني يكفيني يكفيني، ولكن لا ينشئ الله أقواما فيعذبهم في النار، لأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، وإنما ينشئ للجنة أقواما فيسكنهم في تلك الأماكن الخالية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولاة أمورنا لكل خير واجعل عملهم في كل خير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا للدفاع عن بلاد الحرمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وأدخلنا الجنة ووالدينا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.